اللي هي تمشي بالميديال الاسبكت اوف ذا بودي اللي هي السكول الهايويد بون الريبس اند فيرتيبرال كولون، بينما الابنديكولار سكيلتون اللي هي شنو بالبيريفري اللي تشمل لنا الشولدر جريدل اللي هي السكابولا ويا الكلافيكل والابر الاتاشد ابر اكستريميتيز والبلفيك جريدل والاليك بونز والاتاشد لور اكستريميتيز. هاي كلها معلومات عامه. هيستولوجيكالي السيلز اوف ذا بون اقسمها الى الاوستيوجينيك بروجنريتور ستيم سيلز اللي هي الديفيجن مالتها يعطينا الاوستيوبلاست and the three major types of cells within the bone اللي هن منهم الاوستيوبلاست اللي هي الاوستيوبلاست اللي هي bone forming cells. الاوستيوبلاست secrete موجودة على the surface of the periosteum and secrete osteoid والorganic component of the bone matrix. الاوستيوبلاست لما تكبر تصير inactive. شلون أعرفها histologically يصير inactive؟ السيتوبلازم مالتها يقل، يصير less cytoplasm in the cells. قسم من عندها يبقى على البيريفري أو على السيرفيس أوف ذي بيريوستيوم، والقسم الثاني يدخل يصير incorporated within the bone matrix. هاي السيلز اللي يصير incorporated within the bone matrix أصيح لها osteocytes. الosteocytes تحتوي على dendritic processes حتى ترتبط واحدة بالثانية. الفونكشن مالتها هي is to regulate الكالسيوم and other minerals component within the osteoid bone. التايب الثالث من السيلز اللي هي osteoclast، اللي هي شنو الاوستيوكلاست؟ الفانكشن مالتها، الفانكشن مالتها هي يعني شلون تهدم العظم، الخلايا الهادمه. الاوستيوكلاست هي specialized multi nucleated macrophages، يعني هي اصلها blood monocytes تدخل للبون تصير specialized multi nucleated macrophage giant cells. الفونكشن مالتها is to produce enzymes وخصوصاً البروتيز enzyme وخصوصاً الماتريكس ميتالوبروتينيز enzymes حتى شنو يسوينا bone resorption يعني destruction of the bone. لحد هسه أكو واحد عنده سؤال؟ لا دكتور واضح تمام. هسه هاي هذا النورمال histology of the bone حتى أراويكم ال types of cells. هاي الاوستيوبلاست اللي موجودة قلت لكم على the surface of the osteoid bone لما تصير تكبر بالعمر وتصير inactive قسم من عدها يبقى على the surface of the osteoid bone والقسم يصير incorporated فش يصيح له osteocytes. هاي ال large multi nucleated cells أصيح لها osteoclast اللي قلنا الفانكشن مالتها is to resorb the bone tissue. طيب again حسب ال شكل of the bone أقسمه إلى woven bone matrix and lamellar bone matrix. شنو الفرق بيناتهم؟ الwoven bone هو البون ماتريكس that is produced rapidly يعني ينفرز بسرعة. وين أشوفه؟ أشوفه عادة المفروض أشوفه بس بالfetal development during the fetal development and when there is a fracture of bone. ليش؟ لأن بهاي الفترة أنا أحتاج rapid bone formation. فهيستولوجيكالي هذا الرابيد بون فورميشن شلون راح يعني ينعكس؟ ينعكس انه هذا البون ماتريكس يصير مور سيلولر، يحتوي على خلايا هوايه، هاي الخلايا الهوايه حتى تبني البون اسرع. ثاني شيء انه اي شيء اسويه انا بسرعه اكيد ما راح يصير بيرفكت، صح لو لا؟ فراح يصير هب هازارد ارينجمنت اوف الكولاجين فايبر ديبوزيشن، قسم من عندها vertical قسم من عندها horizontal.
فهذا الـ imperfect rapidly produced bone أكيد أتوقع أنه راح يكون معرض للكسر أو راح يصير weak ومعرض للكسر أسرع، صح لو لا؟ فشون كأنه إذا أرد مثلكم إياها واحد كأنه يريد يبني بيت بيومين، فأكيد راح يجيب عمال أكثر، وذول العمال راح يشربتون الشغل مالتهم، فممكن يتهدم ويصدع البيت. بينما لاميلار بون اللي هو produced slowly less cellular، إذا تلاحظون الفرق بين cellularity أو this bone matrix and this one، راح يصير less cellular. There is arranged, well arranged matrix deposition, collagen fibers, fiber matrix deposition. فراح يكون أكيد أقوى. فإذا شفت أني adult عنده woven bone بالهيستولوجي هذا abnormal. بس شو type of abnormality بأشياء ثانية لازم نعرفها. واضح؟ يعني أني normal adult ما المفروض ألقي بس lamellar bone. من هذا السلايد بس أريد أوضح لكم أنه long bone أقسمها حسب السايت إلى هذا الـ wide area أصيح لها epiphyses، short neck أصيح لها metaphyses، هاي الميتافيسز، ومنها يبدي الدايافيسز. نبدي بالهيرديتري، هسه نبدي بالباثولوجي اوف بون اللي اول وحده بيها الهيرديتري بون ديزوردرز. الاكوندروبليزيا، شنو معنى اكوندروبليزيا؟ هي اكو يعني معناها سكيليتال ابليزيا اللي هي الموست كومن فورم اوف دوارفيزم. This disease is autosomal dominant inheritance. أكو mutation in fibroblast growth factor receptor 3. هذا الفايبروبلاست growth factor receptor 3 أكثر شيء وين يشتغل؟ يشتغل على الكارتليج growth. فلما يصير بي mutation فرح يأثر أكيد وين؟ على الكارتليج growth. Usually the patient with achondroplasia have a normal trunk. الترنك مالتهم normal in size. الخلل وين رح يصير؟ رح يصير بالأبر and lower extremities، باللونج بونز of upper and lower extremities. فش رح يصيرون short، فلذلك هو هذا اللي يعطيهم short stature with short proximal extremities. الهيد رح يصير large in size with frontal أو يعني frontal boozing أو يصيحوا لها prominent forehead. بس دول البيشنت اللايف سبان مالتهم يعني عمرهم عادي ما يختلف عن الأشخاص الآخرين. الانتليجنس مالتهم is normal. الريبرودكتيف ability is normal. Usually هذا الميوتيتد فايبروبلاست أو ميوتيتد جين جاي of paternal allele يعني من الأب. اللي عنده سؤال يقول لي. نجي للديزيز الثاني اللي له علاقة بالهيرديتري بون ديزوردرز اللي هو الاوستيوجينيسيس امبيرفكتا. اوستيوجينيسيس امبيرفكتا من الاسم، اوستيوجينيسيس يعني التكوين العظم، امبيرفكتا يعني غير كامل. او الاسم الثاني يصحوا لها بريتل بون ديزيز، يعني البريتل يعني هش. also autosomal dominant disease. رح يصير عندهم mutation in genes that encode the synthesis of type 1 collagen. عندهم mutation in genes that encode the synthesis of type 1 collagen. ال type 1 collagen هو ال major component of bone matrix. فأكثر tissue رح يصير رح يتأثر بهذا ال mutated genes هو ال bones. فش رح يصير عندهم brittle bone. التيشوز الأخرى اللي ممكن affected هي ال ears، فراح يصير عندهم sensory neural deafness. ال eyes
فش راح يصير البيشنت عندهم بلو سكليرا، الجوينتس فراح يصير هايبر موبيليتي يعني لاكسيتي بالجوينت، فيصير عندهم هايبر موبيليتي يعني يتحركون باكستنت اكثر من النورمال. السكن ايضا يحتوي على تايب 1 كولاجين فراح يصير عندهم ايزي بروزنج. التيث فشي يصير عندهم يصحوا لها دنتوجينيسيس امبيرفكتا يعني الخلل بالدنتال تيشو. طبعا بالاوستيوجينيسيس امبيرفكتا تقريبا اكو 800 اكثر من 800 ايدنتيفايد ميوتيشن باماكن مختلفه من الجينز، فكل وحده من عندهم يعني كل شكل من عندها راح يفرز لنا شكل بالكلينيكال فيتشرز. اللي أريدكم تعرفونه أنه there are four subtypes of osteogenesis imperfecta، بس تعرفون أنه there are four types. التايب 2 هو incompatible with life. Type 2 incompatible with life يعني الفيتوس يا أما بطن أمه يصير له fetal death لو shortly after birth هم يديد البيشنت. نشوفون هذا الاكس راي، هذا الهب وهذا الفيمر شون صار بي باوينج. شنو يعني باوينج؟ باوينج يعني انحناء. تشوفون هاي المولتيبل فراكتشرز ليش؟ لان البون ما بي ماتريكس فيصحوا له اوستيوبينيا، وهسه راح نعرف شنو معنى اوستيوبينيا. باوينج مولتيبل فراكتشرز، حتى هذا فراكتشر هنا هذا هاي الـ growth plate، هذا همتين هنا أكو fracture، هذا fracture، فلذلك يصحوا له brittle bone يعني يتكسر بسرعة مثل الزجاج. الـ treatment is supportive يعني إنه بس يحاولون ما يخلوه يركب حتى ما طبعا حسب الـ degree of mutation والكمية الـ loss of type 1 collagen. خلصنا هسه الهيرديتري بون ديزيز. اكو واحد عنده سؤال بشيء واضحه مره ثانيه؟ لا دكتوره واضحه تمام. نجي للميتابوليك بون ديزيزز. اول واحد هو اوستيوبروسيس، اعتقد اغلبكم تعرفونه، تعرفون هشاشه العظام مو؟ تشوفون هاي الصوره الفرق بين هذا الهيلثي بون او البورس بون. يعني شنو بورس؟ يعني مليان ثقوب، مو هاي معناها البورس؟ طيب الاوستيوبروسيس is decreased bone mass. شو صحيح للديكريزد بون ماس؟ اوستيوبينيا resulting in thin fragile bone susceptible to fracture. Normally البون بي يصحوا لها بون ريمودلينج. يعني شنو بون ريمودلينج؟ يعني اكو كونستنت تشينج بالبون ماس، يعني تقريبا كل 200 يوم يصير سايكل اوف بون ريمودلينج. بالايرلي لايف يعني إذا هو بعد a child البone formation is more than البone turnover، يعني تكوين العظام يكون أسرع من هدم العظام. لحد ما يوصل لل young adulthood يصير maximum set point، صح لو لا؟ اللي هو يعني توقف العظام عن الكبر بالحجم، فراح يصير اكو فد سيت بوينت. هاي السيت بوينت مختلفه من شخص لاخر، اكو ناس اطول من ناس، صح لو لا؟ هاي طبعا اكو الريسيال فاكتور يعني الريس مالته، الجينيتك فاكتور، هيرديتري اكو مثلا فد بوليمورفيزم بريسبتورز معينه تخليها تستقبل مثلا البون فورميشن اسرع من البون جروث، النيوتريشن النيوتريشنال فاكتور، الاكسرسايز، اللايف ستايل. يعني المهم يوصل لحد معين ورا الأربعين
يبدي يصير بالعكس، راح يصير البون تيرن اوفر اسرع من البون فورميشن، فلذلك راح تبدي عمليه فراح يصير راح يصير هشاشه بالعظام. واضحه الفكره؟ فالاوستيوبينيا هي ديكريز البون ماس، والاوستيوبوروسيس is osteopenia that is severe to cause fracture. يعني هو البيشنت يبدي أول شيء بأوستيوبينيا اللي هو بس يقل البون ماس، بينما الأوستيوبوروسيس لا، هي osteopenia that is severe to cause fracture. The most common site for osteoporosis related fracture are spine, femoral neck and rest. In osteoporosis, old bone is being resorbed faster than the new bone is bone is being made. اللي قلت لكم إياه يعني البون القديم يصير بي resorption أسرع من إنه أني أبني. فلا لذلك راح البون يفقد الدنسيتي مالته فرح يصير porous. وهاي اللي جاية مننا porosis. The disorder may be localized to a certain bone or region. يعني بيكون بمكان معين. مثل إيش الدول اللي مثلاً عندهم quadriplegia أو عندهم paralysis أو عندهم fracture، يعني فد fracture وظل الفترة طويلة هو ما يحرك الليمب مالته. فشي صحوا لها؟ يصحوا لها disuse osteoporosis. Disuse يعني عدم أو الاستخدام السيء. فيصح له disused osteoporosis of a limb. هذا الشيء يسوي راح يؤدينا إلى localized osteoporosis، عظم هش فقط بالمنطقة اللي ما تتحرك. Or may involve an entire skeleton، اللي هو يعني كل العظام، كل عظام الجسم يصير بيها osteoporosis. فهذا شو يصيح له generalized osteoporosis. إذن يأما localized osteoporosis in disuse of a limb or generalized osteoporosis. الgeneralized osteoporosis يأما تكون primary or secondary. الprimary شنو؟ يأما idiopathic سببه ما معروف، أو senile اللي هو قلت لكم وراء الأربعين normally، sorry وراء الأربعين normally البون turnover يصير أسرع من البون فورميشن، or post-menopausal. بالpost-menopausal شنو الهرمون اللي راح يقل؟ يقل الاستروجين. الاستروجين هو بطبيعة الحال الاستروجين يقلل الفانكشن of osteoblast ويزيد الفانكشن of osteoclast ويطلع cytokines، وخصوصاً الـ tumor necrosis factor also further activate الـ osteoclast، فإذلك الهدم مات البون رح يصير أسرع من البون formation بالفيميل after menopause. ليش؟ لأن الـ deficiency of estrogen رح يسوينا high bone turnover. يعني شنو high bone turnover؟ يعني الهدم أسرع من البناء. إذن هاي الصورة إيش دا أشوف؟ دا أشوف osteopenia that is severe. يعني شنو osteopenia؟ يعني بشوفون هاي المنطقة المفروض البون المفروض يصير أبيض بالإكس راي، صح لو لا؟ هاي المنطقة the density of the bone. هنا دا أشوف شنو loss of this density، يعني بس الكورتكس ومو كل بكل الأماكن مبين، معناه هذا أكو osteopenia. بس هاي osteopenia بهاي الصورة is severe to cause a fracture، فش صحيح لها osteoporosis. بشوفون هذا النورمال vertebral body. بشوفون الفرق بين هذا النورمال وهذا الاوستيوبروتيك وان، اكو shortened باللينث مالتها، اكو characteristic loss of the horizontal trabeculae. يعني هسه تشوفون انتم هنا القوه مالت البون جايه اكو
هوريزنتال اكو العفو هوريزنتال واكو فيرتيكال. هنا كاركترستيك لوس اوف ذا هوريزنتال فالفيرتيكال هي اللي راح تصير بروميننت وهذا كاركترستيك اوف اوستيوبروتيك تشينج. نجي للسكندري كوزز اوف اوستيوبروسيس. هسه احنا عرفنا البرايمري كوزز هي ايديوباثيك سينايل بوست مينوبوزال. نجي للسكندري causes of osteoporosis. أول شيء endocrine disorders. Addison disease to مخذي type 1 diabetes, hyperparathyroidism, thyroid disease, pituitary tumors. منو منكم يقدر يقول لي hyperparathyroidism ليش يسوي osteoporosis؟ أكو واحد عنده suggestion؟ دكتورة لاني قلل الكالسيوم. Very good. اي قلل واذا قلل الكالسيوم لان هو الكالسيوم يعني هو مسؤول عن مثلا ما نقول كون ماتريكس مال العظام يعني عن صلابة العظام هو مسؤول. اي زين بالهايبر باراثايرويدزم من صار هايبر باراثايرويدزم بعد شنو اشرح لي الميكانيزم. هو دكتور ايه راح يزيد عندنا بارثرويد هرمون من زال عندنا بارثرويد هرمون هذا مسؤول عن تقليل الكالسيوم. اي يعني قصدك البارثرويد هرمون راح يسوي نكريز لما اكو هايبوكالسيميا بالبلود البارثرويد جلاند راح تطلع البارثرويد هرمون والبارثرويد هرمون ايش راح يسوي؟ راح يسوي نكريز الكالسيوم ريزوربشن من البون حتى يوديه للدم. زين شنو التشينجز اللي تصير يعني عند طبعا فيري جود يعني بس عندك مثلا تعرف شنو التشينجز هاي راح يتغيرن هنا يبدا بها. لا لا قصدي انا يعني شنو الكاركترستيك بون تشينج بالهايبر باراثايرويدزم عندكم فكره ماخذيها دكتور؟ اعتقد هو يعني من راح ياخذ الكالسيوم من البون مارو هو الاوستوكلاست راح يصير بها تغير يعني يصير عنده اوستيوبروسيس ايش يعني ما ذكرها بالضبط. سامعين بالبراون تيومر والفايبروستايتس فايبروسيستيكا لو ما سامعين بهم؟ لا دكتور ما سامعين. ها شوفوا هو لما يصير بون يعني هو لما يصير الباراثايرويد جلاند يصير بها يعني زيد سكريشن او باراثايرويد هرمون وزيدت لنا البون ريزوربشن اوف كالسيوم يعني يطلع الكالسيوم من البون حتى يوديه للبلاد. هذا البون اللي راح يبقى اللي هو devoid of calcium with time إذا untreated راح يصير soft صح لو لا فيصير جوا يعني affect الcortex and medulla فش راح يصير يعني كأنه بس شوارع فارغة يعني بس trabeculae فارغة without osteoid matrix ف يعني هذا معرض هذا البون راح يصير فراجايل معرض يصير به هيموريج. فلما يصير هيموريج جوا البون راح تجي الماكروفيج حتى شو تسوي لها انجولفمنت فراح يبقى الماكروفيج تحتوي على الهيموسيدرين بيجمنت ولون الهيموسيدرين بيجمنت شلون لونه براون ف والماكروفيجز راح تفرز فايبروس تيشو فصحوا لها براون الشكل راح يصير النهائي يصير مثل فد ماس لونها براون يصحوا لها براون تيومر بس هو مو تيومر هو سببه انه السوفتند بون وذ هيموريج راح يصير لونها براون وفورميشن اوف فايبروس تيشو فراح يصحوا لها براون تيومر. هذا البراون تيومر وذ تايم هم يصير بي ريزوربشن ف راح يصير في الدايليتيشن بالبون فيصحوا لها اوستيايتس فايبروسا سيستيكا يعني يصير مثل السيست داخل البون. انا عبالي ما اخذينه سوري يعني دخلتكم في شيء ما لكم علاقه بي. الثايرويد ديزيز هم تيني يسوينا اوستيوبروسيس. الهايبر ثايرويدزم يسوينا high turnover osteoporosis يعني شنو يعني ال remodeling cycle مو قلت لكم تقريبا كل 200 يوم تصير اللي هي تكوين عظم جديد يعني تهديم العظم القديم
واسوي عظم جديد حتى اشكو فد ديفورميتي مايكرو فراكتشرز او اخرها، بدل ما كانت تصير ب 200 يوم تصير ب 100 يوم. فاكيد هاي السرعه راح تسوي لنا اوستيوبوروسيس. الهايبوثايرويدزم بالعكس راح تسوي لنا سلو تيرن اوفر. يعني شنو؟ بدل ما مثلا ب 200 يوم تسوي مثلا فد 500 600 يوم. فصح البون هو راح يصير البون دنسيتي مالته عالية، بس هو معرض أكثر for unknown reason معرض أكثر للكسر. طبعاً الديابيتس تايب 1 وخصوصاً التايب 1 ليش؟ لأن الإنسولين، تعرفون الإنسولين مهم بالجروث، فالتايب 1 ديابيتس عندهم يعني لو إنسولين ليفلز، فلذلك يأثر على البون. نجي للغاسترو انتستينال كوزز، هيباتيك انسوفيشنسي. الهيباتيك انسوفيشنسي تسوي لنا فشي اسمه هيباتيك اوستيودستروفي. تعرفون انه الاكتيفيشن مال فيتامين دي، يعني احنا الفيتامين دي اللي ناخذه بالاكل هو ان اكتيف فورم، صح لو لا؟ ان اكتيف. الاكتيفيشن مالته يصير بمكانين، اول واحد بالليفر، صح لو لا؟ وياي لو مو وياي؟ نعم دكتورة، بالكدني. المكان الثاني بالكدني. فلما أكو فد هيباتيك أبنورمالتي، فالفيتامين دي ما رح يتحول إلى الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي، فرح يبقى إنأكتف. بلس إنه الفيتامين دي يحتاج إلى فات، وبالبيشنت اللي عندهم ليفر ديزيزز الفات ميتابوليزم البايل افكتد، فالفات ميتابوليزم also affected. الكالسيوم اللي موجود بالدم اللي أنا هو لما أخذ الكالسيوم وسوي الأبزوربشن من الجي آي تي ويصير بالبلاد، يحتاج إلى فيتامين كي حتى يروح للبون. فالبيشنت اللي عندهم هيباتيك ديزيزز also يعني عندهم impairment في الفيتامين كي. وطبعا هي اكو اسباب اخرى يعني، بس يعني هاي الميجر كوزز. المال ابزوربشن اجين، لان اكو مال ابزوربشن اوف مثلا كالسيوم، اللي بيشنت اللي عندهم مثلا سيليك ديزيز فراح يصير عندهم مال ابزوربشن اوف فيتامين دي والكالسيوم. المال نيوتريشن ايضا، فيتامين دي ديفيشنسيز. الكحول دايركت الافكت يزيد الاوستيوكلاست اكتيفيتي. الانتي كوجولنت مثلاً الهيبارين it is known that it causes osteoporosis، بس هو يعني fortunately إنه هو يعني ال patient لما يتوقف عن ال intake of هيبارين راح يرجع للنورمال، يعني وقتي هذا راح يصير. anti convulsant chemotherapy and corticosteroids. من يعرف الكورتيكوستيرويدز ليش يسوي؟ يعني هذا تماخذينه. ماكو واحد عنده suggestion ليش الستيرويد يسوي osteoporosis؟ نمتو؟ يعني يضعف المناعة مال الجسم دكتورة؟ لا، ما يعني شنو العلاقة المناعة بالجسم، مناعة الجسم يعني هو المريض اللي ياخذ مثل الليجادرون او بريزنون هو هواي راح يضعف مناعته يعني ويصير عنده شاشة. صحيح، هو ضعف مناعته الاميونيتي مالته تو انفكشن قصدك، بس انا ليش يسوي بروسس؟ منو بعد عنده سوجيشن؟ ما حد دكتورة؟ لانه يعني حطم البروتينات والهاي الكورتيكوستيرويد سواء اندوجينوس او اكزوجينوس، يعني سواء هو عنده كوشنج ديزيز مثلا هو ياخذ ستيرويد. الستيرويد يزيد اليورينري اكسكريشن اوف كالسيوم ويقلل الجي اي ابزوربشن اوف كالسيوم. يعني انا حتى لو اخذت كالسيوم، يعني هو حتى البيشنت اللي ياخذ ستيرويد، يعني هو حتى لو بالاكل مالته موجود الكالسيوم، اول شيء جي اي ابزوربشن يقل، ماي الجي اي تي ما تسوي الابزوربشن.
ثاني شيء الكيدنيز تقوم تطلع الكالسيوم بصورة أسرع، فلذلك يصير عندهم هايبوكالسيميا. فإذا منتبهين البيشنت اللي هم يأخذون ستيرويد الأكثر من 3 أسابيع يطوهم سبليمنت أوف كالسيوم، وحتى لو أخذ السبليمنت ممكن يتعرض إلى هايبوكالسيميا. وطبعا لما يصير هايبوكالسيميا إيش راح يسوي؟ أجين الباراثايرويد جلاند راح تطلع الباراثايرويد هرمون اللي يزيد لنا الريزوربشن أوف بون. واضحة الفكرة؟ أكو واحد يقدر يقول لي إياها؟ تخاف أجيبها بالامتحان؟ لا دكتور واضح. واضحة؟ لا دكتور. الميسيلينوس الأشياء المختلفة اللي هي الأنيميا إيموبلايزيشن أند أوسيوجينيسيس إمبرفكتة، مثل ما قلنا لكم إنه الأوسيوجينيسيس إمبرفكتة عندهم ديفيشنسي بالتايب 1 كولاجين، فلذلك يصير عندهم أوسيوبروسيس. نجي للكلينيكال فيتشرز، شلون راح يجيني البيشنت اللي عنده اوستيوبروسيس اند دايجنوسيس. البيشنت مي اكسبيرينس بون بين اند فراكتشر، يعني هو مو يجي في مكان بسرعه، يعني مثلا مثل الابندسايتس وراسا مثلا راح يوجعه وراسا راح يجي للطبيب، لا هو مثلا يبقى فتره طويله، ولذلك يجون دائما سيفير لما يوصلون المرحله سيفير، لان عندهم شنو مثلا عندهم كرونيك بون بين، يصير عندهم مايكرو فراكتشرز بس هم ما يدرون بيها، وخصوصا بالفيرتبرال بوديز. الويت بيرينج بونز ار بريديسبوزد تو فراكتشرز وذ كومن فراكتشر سايتس انكلودينج الفيرتبرا، فيصحوا له كومبريشن فراكتشر. وطبعا هذا شنو يصير عنده باك بين، بس باك بين فهو عباله لو مصل لو يقول فقراتي ما اعرف شنو وتروح، فهما ما تنعرف يعني. فيمورال نيك فراكتشر بالديستال راديوس يصحوا لها كوليز فراكتشر، ان شاء الله من توصلون بالخامس تعرفوها. هاي الكمبريشن فراكتشر بالفيرتبرا ممكن تؤدينا الى لوس اوف هايت اند كايفوسيس، يعني يصير عند مثل الحدبة او انحناء بظهره. شايفين انتم يعني هو loss of height، يعني شايفين انتم لما واحد من يكبر يصير عمره اكبر الهايت مالته يعني طوله يقل. اول شيء لان اكو راح يصير dehydration بالديسكس، وثاني شيء ممكن هو يصير عنده osteoporosis فيصير عندهم compression fractures فيصير عندهم loss of height. نجي للdiagnosis of osteoporosis. X-ray shows generalized radiolucency of the bones واللي روت لكم إياها generalized radiolucency بالX-ray أصيح لها radiolucency، هاي المناطق السوداء بالبون أصيح لها radiolucency of bone اللي هي اسمها osteopenia. بس الX-ray هاي الosteopenia أو الosteoporosis ما تبين بالإكس راي إلا تقريبا 30-40% من البون ماس is lost. يعني شنو؟ يعني لما البون تفقد 40% من البون كونتنت مالتها يلا تبين بالإكس راي. فلذلك هل هذا المفروض أنا أعتبر diagnostic tool؟ يعني إذا أنا بسوي diagnosis لا، لأنه ممكن عندي أنا بدايته وأقدر أعطي supplement وأقدر أعطي treatment قبل لا يوصل لهاي المرحلة اللي أشوفها بالإكس راي. فالدايجنوسيز إذن مو كلش مساعد الإكس راي. الستاندرد واي أوف دايجنوسيز أوف أوستيوبروسيس العفو is by DEXA Dual Energy X-ray Absorptiometry DEXA. هذا شنو هو؟ يسوي quantitating للدجري أوف أوستيوبروسيس. الدكسة مثل جهاز الاكس راي بالضبط، هماتين يعطي اكس راي للبون، بس راح يعطينا ديجيتال ريزلتس، يعني ما يعطينا بالصوره، يعطينا ديجيتال ريزلتس بارقام. هاي الارقام شلون تنحسب؟ تنحسب انه ايش قد هذا البون مالته قريب من البون اوف نورمال انديفيدوال. يعني
إذا هو قسمها إلى نانا هاي الصورة أوضح. النورمال بون دنسيتي اللي هي بلس 1 هو بالجهاز هذا من بلس 1 إلى ماينس 1 هذا يعتبر نورمال. شنو هاي البلس 1 إلى ماينس 1؟ إنه جد هو يشبه الدنسيتي أو نورمال بون. من سالب 1 إلى سالب 2 شو صح لها؟ لو بون دنسيتي. اللي شو صح لها لو بون دنسيتي؟ صح لها أوستيوبينيا. هاي مرحلة الأوستيوبينيا. بلو السالب 200 العفو 2.5 أصيح لها أوستيوبروسيس. إذن هو شنو الدكسا اللي هي دول إنرجي إكس راي أبزوبشيومتري؟ النورم هي إكس راي ديفايس تطينا ديجيتال نمبرز تحدد لنا هذا البون مال هذا البيشنت إيش قد هو يعني مقارب أو بعيد عن النورمال بون of a normal individual. إذا بلس 1 إلى ماينس 1 أصيح هذا يعتبر normal bone density. من ماينس 1 to ماينس 2.5 هو osteopenia. below ماينس 2.5 هو معناها severe osteoporosis. Measurement of blood levels of calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase are not diagnostic. يعني أنا ما أشوف عدة مثلاً low calcium or normal calcium وأقول لا هذا ما عنده osteoporosis. The standard way of diagnosis is by DEXA. واضح؟ وطبعاً إذا فتشي يعني more reliable هو أسوي bone biopsy رح ألقي loss of horizontal lines or presence or of vertical lines. بس هو طبعا يعني أنا يعني خما حتى أدغنز osteoporosis هشاشة عظام أخذ من عنده biopsy unlikely. فهو ال diagnosis ال gold standard diagnosis هو by DEXA. أكو واحد عنده سؤال على osteoporosis؟ لا دكتورة واضح. تمام شكرا دكتور على الإجابة. عفوا. الميتابوليك ديزوردر الثاني هو باجيت ديزيز. باجيت ديزيز أو الاختصار مالته باجيت ديزيز أوف بون. شنو هو الباجيت ديزيز؟ والاسم الثاني اللي هو أوستيوبلاستيس ديفورمنس. is a localized نخلي خطوط جوا localized disorder of bone remodeling. إيش راح يصير؟ excessive bone resorption followed by disorganized bone replacement. يعني هو ال cycle صير مخربطة. يعني هو أولاً أكو excessive bone resorption يعني ال bone breakdown راح يزداد. الجسم يريد يعوض البون formation يخليها bone formation يدخل بمرحلة البون formation راح يصير disorganized bone formation replacement. أرجع وأركز sorry it is a localized disorder. فش راح يصير لما ال disorganized bone formation إش راح يصير thickened but weak bone. again نفس concept لما أني فتشي جاي أسويه بسرعة وجاي أسويه disorganized fibers disorganized فأكيد راح أتوقع هذا البون راح يعني يكون معرض للفراكتشر. Chronic accelerated remodeling eventually enlarges and softens the affected bone, causing bowing deformity, fracture, and neurological problems. Again, هاي الصورة هاي النورمال X-ray هذا الفيمر. وهاي البلاج تشوفون هنا الابنورمال البيشنت اللي عندهم باجيت ديزيز. ايش راح يصير؟ هاي الاريا اوف ليتيك بون ليجن اللي هاي صار بها اكسسيف بون لايسز اكسسيف بون ديستركشن ريزوربشن. فشو يصير؟ ليتيك اريا يقابلها بنفس الوقت ايش راح يصير؟ ديس اورجنايزد
بون فورميشن، فش تصير سكليروتيك اريا. واضحه ساي شلون الليجن صاير؟ هنا هاي الليتيك ليجن. مين جاي الليتيك ليجن؟ من اكسسيف بريك داون اوف ذا بون. يقابلها سكليروتيك اريا، منين جايه؟ من الديس اورجنايزد بون فورميشن. المحصله النهائيه انه سوفت بون، وايد بون، الريجولار بون معرض للفراكتشر. طبعا الباجيت ديزيز اوف ذا بون كان افكت فيرتشوالي اني بون، من اللونج بونز اوف ذا ابر اند لوور اكستريميتيز، البون اوف ذا سكول، او حتى بالفيرتبرا. كان ليد تو نيورولوجيكال بروبلمز. ليش انا حطيت لكم هنا نجمتين حتى قلت انا خاف انسى النيورولوجيكال بروبلمز؟ ليش؟ لان انا هذا الاكسباندينج بون ما اتوقع انه يضرب او ياثر على العصب اللي النيرفز اللي قريبه من عنده، فاكيد راح يسمونه نيوروباثي. اذا مثلا بالديزي يعني مثلا اذا هو افكت دي سكول ممكن يسوي انلارجمنت اند وايدنينج اوف ذا كرانيوفاشيال بونز، فايش راح يسوي لنا؟ كومبريشن على الكرانيال نيرف. اذا هو بالفيرتبرا وصار انلارج اند وايدند فيرتبرال بودي، ايش راح يسوي؟ راح يافكت النيرف روت، صح لو لا؟ فلذلك كان ليد تو نيورولوجيكال نيورولوجيكال مانيفيستيشن. Because of Paget disease is not yet fully known. ما معروف تماما. But studies have implicated both genetic and environmental factors. Environmental factors that seem to be implicated are primarily viruses, وخصوصا الباراميكزوفيروس family اللي هي الميزلز وغيرها. يعني إذن the causes أو the pathogenesis of Paget disease is not fully known, but أول شيء genetic factors بالRank and Rank L receptors ما مطالبين تعرفوها، and environmental factors وخصوصا الميزلز فيروس. هاي الميزلز الفيروس ممكن تطب للبون وأفكت الأوستيوكلاست، فراح تغير بالcomposition of the osteoclast، فراح تزيد لنا البون resorption، ويقابلها affect the osteoblast، فراح يصير disorganized bone formation. Most cases are asymptomatic at presentation, but Paget disease can also cause bone pain. أكيد هذا enlarged bone وsclerosis ولايسز اوف ذا بون راح يسوي لنا بين. ديفورميتي اللي هو شنو قلنا؟ ديفورميتي راح يصير وايدنينج اند سوفتنينج اوف ذا بون، اند البيشنت يكون معرضين لفراكتشرز. وورمث اوف ذا اوفرلاينج سكين ديو تو بون هايبرفاسكولاريتي. ليش؟ لان هاي هي منطقه بيها مثل الانفلاميشن، بيها اكسسيف اكسسيف break down و excessive bone formation، فأكيد راح يحتاج new vascularization، new blood vessel formation، فلذلك ال skin اللي فوقها هم راح يصير warm نتيجة ال excessive blood. X-ray show bone enlargement with mixed lytic and sclerotic areas. Laboratory studies shows highly elevated serum alkaline phosphatase. Sorry. Laboratory studies shows highly elevated serum alkaline phosphatase. A variety of tumor or tumor-like lesions or conditions develop in pagitic bone. مثل إيش أهمها؟ هي الجوينت سيل تيومر، إن شاء الله نأخذها بالمحاضرة الجاية، and sarcomas of the bone. The exact mechanism
ما معروفة، بس هاي ال disorganized rapid growth of bone ممكن تؤدينا إلى طفرة جينية can lead to these tumor or tumor like lesions. بس طبعاً يعني rare، يعني تقريباً 1% of all individuals with Paget disease وخصوصاً sarcomas، يعني مو كل واحد عنده Paget disease يصير عنده sarcoma or giant cell tumor. نيجي لمايكروسكوبيكالي، حطيت لكم هاي الصورة النورمال، هذا النورمال أمير بون اللي هو organized collagen fibers. تلاحظون الفرق بين هاي الصورة النورمال and this picture of pagitic bone. The hallmark is شنو؟ is the prominent cement line within the lamellar bone. فهاي وين هالسيمنت لاين؟ هاي السيمنت لاين، هذا تشوفون الأماكن اللي بلوش in color، هذا اللي هو الأوستيويد بون اللاميلار بون، بس راح يصير بي prominent cement blue lines و irregular in shape، فلذلك تطي مثل الموزايك، يعني شايفين سامعين بها الموزايك اللي هي اللي يحطون القزاز الزجاج بألوان مختلفة وبأشكال مختلفة يصفطون وحدين من الثانية مثل البازل، هاي السيمنت لاين تصير مثل البازل، فيصحوا لها جيكسو بازل، جيكسو بازل باترن of cement line. هذا فتشي كاركترستيك للباجيت ديزيز، again prominent cement line mosaic pattern of formation for characteristic of Paget disease. أكو واحد عنده سؤال على Paget disease؟ لو أنتقد. لا دكتورة واضح. تمام. الميتابوليك ديزوردر الثالث اللي هو أوستيوماليجيا and ريكيت. By the way طلاب ذكروني إذا الوقت خلص، ترى أنا ما يمي ساعة. اوكي تمام دكتوره. اوستيوماليجيا اند ريكيت، حلوه هاي الصوره اللي لقيتها، انه الاوستيوماليجيا اند ريكيت هاف ذا سيم باثوفيسيولوجي بات ات اكر ات ديفرنت تايم. الريكيت يصير بالاطفال الكساح، والاوستيوماليجيا يصير بالادلت و ليت ادلتهود. اوستيوماليجيا اند ريكيت ار بوث كاركترايزد باي ديكريز مينراليزيشن اوف نيولي فورمد بون. هسه احنا بالاوستيوبروسيس قلنا انه الباثوفيزيولوجي شنو، اللي هو انه البون بريك داون از فاستر than the newborn bone formation. يعني هو يتكون newborn bone بس ونورمال in histology، بس هو يصير أبطأ من عملية تهديم الأمام. بالأوستيوماليجيا and ريكيت لا، البون breakdown والformation is equal but the newly formed bone ما راح يصير بيها mineralization. لما اللي يتكون الاوستيويد بون، الاوستيويد ماتريكس، يعني اول ما يريد يتكون البون، الاوستيويد ماتريكس هو soft tissue. بعدين من يصير له mineralization by calcium وبعمليات كيميائية مختلفة يصير بيه hardening، اصح له mineralization hardening of the bone. البيشنت اللي عندهم اوستيوماليجيا اند ريكيت ايش راح يصير عندهم؟ ديكريز مينراليزيشن، يعني البون اللي يتكون بس هو يبقى سوفت، ما يصير بمينراليزيشن. The condition are usually caused by deficiency or abnormal metabolism of vitamin D. يعني هو مو شرط اكو خلل او اكو نقص بالفيتامين دي، لا ممكن يصير اكو مشكله بالميتابوليزم اوف فيتامين دي. With specific causes include dietary deficiency of vitamin D, intestinal malabsorption,
lack of sunlight and renal and liver diseases. وعرفنا شنو السبب. سبب إنه ما رح يصير activation of the ingested vitamin D. The treatment is with vitamin D and calcium. يعني obviously. الركت, as I said, هو occur in children prior to closure of the epiphyses. إذن هسه إذا أقول لكم شنو الباثوفيسيولوجي of ركت, شنو راح يصير؟ يصير decrease mineralization of the newly formed bone in child prior to closure of the epiphyses. أكيد لقيت هاي الصورة حلوة, وطبعاً أنت راح تأخذوها أكيد بالأطفال بصورة يعني أوسع, وأكيد راح يحجوها أحسن من عندي, بس حلوة هاي لقيتها كود للركت حسب الحروف. راشيتك روزاري R, بيجن تشيست شكله مصر التشيست مالته مثل الحمامة, كرانيو تابيز هاي يصير هنا السوفت سوفت الكرانيال سويتشرز تبقى سوفت, نوك نيز, نوك نيز يعني شنو هو نوك؟ يعني النيز الركبة هي أما طبعا هي أما راح تصير نوك نيز يعني وحدة تنتخب وحدة أو بالعكس يعني أما جينو فيروس أو فيروس ما عرفت تعرفون لو لا أنا ما أريد أحكي بأشياء ما تعرفوها. المهم نوك نيز E is end of long bones become wide, widening of the end of the long bones, teeth delayed يعني الطفل يعني المفروض يبدي teething يعني طبعا مختلفة حسب الأطفال بس يعني من 8 أشهر المفروض يبدي يطلع عنده أسنان, لا هذا يصير عنده delayed teething. السكول راح يصير عندهم frontal boozing and delayed closure of the fontanelle, هاي حسب الحروف of rickets. إن شاء الله تفيدكم بالأطفال. هاي إكس راي of a child, هذا ال widening of the long, هذا الأصح له widening of the end of the long bones, هاي ال widening of the epiphyses characteristic of rickets. Fraying يعني صير هنا أنا مشرشبة ما أعرف تشوفون ال end of the plate, هاي صحوا لها فرينج. and كلوبينج العفو كوبينج اللي هو شنو يصير مثل الكب يعني المفروض هو ال end of the plate يصير المفروض عدلة النهاية مالتها عدلة مال epiphyseal plate, هنا راح يصير هنا يصير كوبينج with the fraying and widening, هاي كاركترستيك للطفل اللي عنده كساح. هنا للهيب جدا أشوف هنا باوينج bowing of the بالفيمر بون and in the التيبيا والفيبيولا. طبعا ليش يصير bowing؟ اكيد وخصوصا يصير هو هذا effect, هاي الباوينج راح يصير باللور اكستريميتيز. ليش؟ لان الطفل من يريد يقوم يبدي يقوم والبون مالته هي soft ما صار بيها mineralization يعني الاوستيويد ماتريكس ما صار بها mineralization فراح تنعوج العظام فيصير bowing of the leg. الاوستيوماليجيا that occur in adult again to impair mineralization of the osteoid matrix فراح يصير thin fragile bones. الاكس راي راح ألقي radiolucency of the bone سوري واللي صحت لها الراديولوسنسي صح لها اوستيوبينيا. طيب هسه واحد يقول اني هو كبير يعني نفس الايج جروب مال اوستيوبروسيس انا شلون اعرف هذا عنده اوستيوماليجيا واوستيوبروسيس؟ اللي اقول لكم انه اللي تفرقونه اللي يفرق بيناتهم هو اللابراتوري ستاديز. راح القي لو سيرم كالسيوم لو سيرم فوسفورس اند هاي الكالين فوسفاتيز, هذا اللي يفرق الاوستيوماليجيا عن الاوستيوبروسيس.
يعني طبعا اكيد الاوستيوميليجي يعني لما اعوض الكالسيوم والفوسفورس والالكلاين فوسفاتيز راح يرجع لي البون اسرع للنورمال من الاوستيوبروسيس. اكو واحد عنده سؤال منا واكمل لو خلص الوقت كم دكتورة تعرفين؟ تمام اقول لكم انتوا بس اثنين موجودين. لا دكتور انا 15 طالب موجودين نعم. اغلبهم موجودين دكتورة. نعم فضيلة نعم فضيلة. تمام خلصنا الهيرديتري بون ديزيز وخلصنا الميتابوليك بون ديزيز. نجي لاخر موضوع اللي هو الانفلاماتوري بون ديزيز. الانفلاماتوري بون ديزيز اصح له اوستيومايلايتس. اوستيومايلايتس ايتس ستاندز فور انفلاميشن. اوستيومايلايتس دينوتس انفلاميشن اور انفكشن اوف ذا بون اند مورو. اقسم الاوستيومايلايتس الى بايوجينيك اوستيومايلايتس and tuberculous osteomyelitis. Sorry. البيوجينيك osteomyelitis من اسمها بيوجينيك يعني infection by بكتيريا وهاي البكتيريا bus forming بكتيريا صح لو لا من اسمها بيوجينيك osteomyelitis إذن هي caused by bacterial infection. طيب ممكن واحد يسأل إنه الأورجانيزم هاي البكتيريا شلون توصل للبون؟ يا أما هيماتوجينوس سبريد أور إكستنشن فروم أ كونتيجوس سايت. يعني مثلا واحد البيشنت عنده دايابيتيك فوت وصار عنده إنفكشن أو ألسر بالسكن فالألسر ممكن يعني والإنفكشن أو ذا فوت ممكن توصل للبون or direct implantation. هاي direct implantation مثلا اكثر شيء يصير جماعه اللي يصير عندهم open fractures يعني يصير fracture للبون والبون قسم من عند يعني تطلع على surface of the bone exposed فيصير عندهم infection او ممكن هو اثناء العمليه يعني لما يريدون يسوي لهم repair للfractures همتين يصير implantation of the bacteria. الموست كومن اورجانيزم هو الستافيلوكوكوس اوريوس. اذر امبورتنت باثوجينز انكلود اي كولاي ستريبتوكوكاي غونوكوكاي اتش انفلونزا سي دوموناس. بس سي دوموناس انفكشن ممكن هتجي كام سي كيو انه كومن ان اي في دراج ابيوزرز اند دايابيتكس. كلينيكال فيتشرز اند دايجنوستس. الكلينيكالي osteomyelitis is characterized by fever أكيد infection وinflammation يساوي fever and leukocytosis. leukocytosis شلون أعرفها؟ أدز اللاب أدز complete blood picture راح ألقي increase the white BC count تقريبا أكثر من 10 11 أكثر من عدها فيعتبر هذا leukocytosis. localized pain بالمنطقة اللي صار بها infection erythema and swelling. X-ray studies may be normal up to 2 weeks. يعني لنهاية تعتبر يعني هو still يعني حد الأسبوع الأول هو acute inflammation. فبالacute inflammation sorry بالacute inflammation ما رح يصير change غير أنه رح يصير leukocytosis و prominent neutrophils وتبدي عملية البص formation. بعدها من رح يتحول إلى chronic inflammation وchronic infection لا راح تبدي changes البص يزداد راح تصير destruction للتشيو leading to periosteal destruction and edema in the tissue. فراح راح يصير periosteal elevation يعني هاي periosteal elevation يعني راح يصير مشون مثل widening يعني هو المفروض النورمال هيتي مثلا let's say فهذا ايش راح يصير periosteal elevation. هذا periosteal elevation نتيجة الانفلوكس of leukocytes and neutrophils والchronic inflammatory cells والبص formation فراح يصير مثل periosteal reaction. My
clinical examination shows a suppurative inflammation. يعني شنو suppurative؟ يعني presence of pus. Vascular insufficiency lead to ischemia, ischemic necrosis of the bone. ليش يصير vascular insufficiency؟ من يقدر يقول لي؟ ألو؟ هل تسمعوني؟ فاسكولار موجودين. إيه شنو شنو cause of vascular insufficiency؟ منو يعني عنده هيك اقتراحات نتناقش أنا وياكم حتى أحسكم موجودين. ماكو؟ ماكو اقتراحات. طيب الفاسكولار انسفشنسي تعرفون انت هو بالكرونيك انفلاميشن، ما ادري تذكرون لو لا المحاضره اللي اعطيتكم اياها العام، راح يصير ناروينج لللومن اوف ذا الارتريولز، الاند اوف ذا ارتريولز، صح، الاند ارترايتس اوبليترانس، يصير ناروينج لللومن بلس انه هو زادت الفاسكولاريتي، فحتى لو يعني اذا ما صارت اكو نيو بلود فيزل فورميشن فهو راح يحتاج الى بلد اكثر لان حتى يجيب ليكوسايتس اند ماكروفاجز اكثر، فراح يصير فاسكولار انسفيشنسي ليد تو اسكيميك نيكروسيس اوف ذا بون. النيكروتيك لما يصير نيكروسيس اوف ذا بون اكو فراجمنت من عنده راح ينكسر، اكيد راح يصير بي ديستركشن اند دامج. هذا الديستركتد بون شو صح له؟ سيكويسترام. سيكوستروم، إذن شنو سيكوستروم؟ هي area of necrotic bone. انفولكروم هاي المفروض R-U-M مو R-N sorry. الانفولكروم is the new bone formation that surround the sequestrum. نشوفون هاي أول شيء صار النايدس site of infection. أكو واحد يريد قنينة غاز؟ أجابوا الغاز. الـ initial site of infection هاي الـ nidus of infection صارت abscess لأن هو biogenic infection. صار شنو elevation of the periosteum لأن صار expanding للبون، فصار elevation of the periosteum. صار blockage للـ blood supply من الـ inflammation، وقلت لكم الـ arthritis obliterans. صار شنو dead bone، ما قام يوصل blood supply لهاي المنطقة، فش راح يصير dead bone. هذا dead bone اللي بالنص شو صح له؟ sequestrum. sequestrum أكيد الجسم راح يتفاعل ويا هذا الموضوع، فش راح يبدي راح يسوي لنا new bone formation. new bone formation هذا ال new bone formation يبدي منا أنا شو صح له؟ involcrum. involcrum ممكن إذا untreated ما سووا له مثلا ما نظفوا المنطقة وما أعطى antibiotic أو appropriate antibiotic أو هو immunocompromised، شو راح يصير؟ البص راح يلقي منطقة يصير بها راح يطلع من عندها من البون ومن السكن، شو يصيحوا لها؟ sorry يصيحوا لها sinus. sinus formation. sinus formation. اذا بالاكس راي هذا اللي دا اشوفه هنا، هاي الديد بوند، تشوفون هاي المنطقه اللي شويه هنا الراديولوسنسي مالتها اقل، هاي السيكويسترام، يقابلها الانفولكرام اللي هي هاي السكليروسز اللي هي نيو نيو بون فورميشن. هاي كلويكا، هاي صح الكلويكا، هاي شنو هي؟ هاي التراكت مال الساينس اللي يطلع من عنده البص لل من خلال السكن ويطلع لي برا. اجين هاي المنطقه اللي هي شويه الراديولوسنسي مالتها قليله، هاي شنو هي؟ سيكويسترام. هاي السكليروسز اللي بادي بنصها شنو هو هذا؟ الانفولكرام. هنا أنا ما جاي أشوف المنطقة مات الساينس ما موجودة. again هاي المنطقة اللي هي dead، وهاي new bone formation اللي هي صح لها the involcrum. again
هاي النايدس مال هاي بالانكل هاي الفوت تشوفون هاي الراديولوسنسي وهاي السراوندينج سكليروسيز هاي تيبيكال اوف اوستيومايلايتس. مايكروسكوبيكالي هاي الفراجمنتد بون هاي الفراجمنتد بون اصيح لها اللي هي السيكويسترام سراوندد باي فايبروسيز. ليش سراوندد باي فايبروسيز؟ لان انا ما اتوقع السيكويسترام والفايبروسيز هو بالاكيوت يعني خلال مثلا اقل من اسبوع من اسبوعين فما فوق. وطبعا هو يعني عاده العلاج مال الاوستيومايلايتس الصعب فيصير dead bone. هاي again هاي السيكويسترام surrounded by fibrosis وهاي المنطقة مالت النيو بون فورميشن. هاي هادي شوفون هاي الترابيكولي of new bone formation هاي صحوا لها الانفولكرم again هاي هماتين نفس الشيء هاي النيوبون فورميشن again هاي نفس الصورة كبروها هاي النيوبون فورميشن وهاي الأكو inflammatory cells وأكو fibrous tissue proliferation. السبب الثاني أو النوع الثاني من الأوستيومايلايتس اللي هو tuberculous osteomyelitis occur in 1% of cases of tuberculosis. يعني مو كل البيشنت اللي يصير عندهم TB يصير عندهم tuberculosis osteomyelitis. The root of transmission يما hematogenous صار spread of the mycobacterium لو مثلا direct extension. Direct extension منين؟ يعني مثلا اكو فد صار ليجن يعني تي بي ليجن وين بالبريفري اوف اللانج فوين راح يروح من عندها راح يروح للربس او ممكن بالفد نود فد براكيوتراكيال مثلا نود وصار بيها enlargement وصار بيها abscess formation وكبرت بالحجم وسوى direct extension مثلاً للvertebra وهكذا. ال clinical features مالتها أول شيء pain وtenderness وين بالمنطقة اللي صار بيها يعني سواء بالرب أو خصوصاً هنا ذن الأماكن اللي صار بيها ال TB osteomyelitis راح يصير pain and tenderness over the site of infection fever, night sweat and weight loss لأنه هو chronic inflammation والnight sweat هي فتشي characteristic يعني للTB infection. The biopsy shows the characteristic microscopical feature of TB any site اللي هو caseating granuloma with extensive destruction of the bone. The common sites of involvement include thoracic and lumbar vertebra في صحولة pot disease. ايبود ديزيز الله يذكره بالخير دكتور سمير يموت عليها ترى دائما يجي كان بالامتحانات. الكومبليكيشنز انكلود سوري نسيت اشرح لكم البود ديزيز. البود ديزيز اللي هي انفولفمنت اوف ذا فيرتبرا هاي الابسس طبعا هذا سي تي هاي الابسس فورميشن هاي اكو هنا ديستركشن اوف ذا بون وهنا abscess formation أو granuloma formation. microscopically هاي caseating granuloma تشوفون هاي multinucleated giant cells هاي اللي هي characteristic of granuloma ما عرف تذكروها لو لا وهاي caseation هاي dead tissue. The complications of TB osteomyelitis include vertebral compression fracture صير fracture لأنكو destruction of the bone abscess اللي هي هذا pod disease هذا abscess formation and secondary amyloidosis. أي chronic inflammation lead to amyloidosis. شنو الامايلويدوسيز اللي هو
أو deposition of amyloid protein in various tissues وخصوصا بالكيدنيز بالليفر بالblood vessels. أكيد لما نسوي precipitation راح يأثر على الفانكشن of the involved organ. Thank you very much. أكو واحد عنده سؤال شباب؟ لا دكتور واضح واضحك واستفسار أكو